يبقى ما دام الموضوع جنان في جنان، نحب نقول لكم لو جنان ان انت تضحك على الناس عشان تبقى في منصب عمرك ما حلمت بيه يبقى اتجنن، او بمعنى اخر اتأخن. انهض والنهضة تبقى نهضتين، واتنين في اتنين في اتنين تبقى اخوان مسلمين، كلنا في مركب واحدة وغرقانين، ايه يعني لما تبقى راجل بوشين؟ اوعى تصدق غيرك، خليك بعيد وحيد، لو ناس كتير حواليك تلعن فيك، سيطر على السلطة وكفر في الناس، حط الشعب في اوضه واقفلها بكرباس، ايه تاخد تطلع وزير لو كل الناس هتقول انك تراتير، اتاخ وانت تطلع وزير لو كل الناس هتقول انك تراتير، عيش اخوان، انزل وسع الناس سكر وزيت، علق بوستر على الحيط، روح اتصور في الغيط، لو بكرة توسع تاني مش بعيد، معلش هقوله عشان شعبيتك تزيد، عيش الدنيا زي الاخوان اللي جواك، لو مهما قالوا طنش صدر قفاك، اقفل شباكك واسمع لاخوانك، افرس في الشعب وغيظ وطلع لسانك، اتاخ وتطلع وزير لو كل الناس هتقول انك تراتير، اتاخ وتطلع وزير لو كل الناس هتقول انك تراتير، عيش اخوان.